بسم الله الرحمن الرحيم. معاك اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم عربيه سوزوكي فان حته من ممنوعات فعلا زي ما احنا متعودين وبنعرض بنسلمها لاخواتنا وحبايبنا اللي شرفونا اللي نتعرف عليهم. تعرف عليك يا ريس؟ اخوك محمد السمكري. حبيبي يا عم محمد. منين يا ريس؟ من الجيزه. احسن ناس. اول حاجه شرفتنا في معرض غصن. الله يخليك يا حبيبي. حبيبي انت افطر ايه المعرض عن طريق ايه؟ والله أنا والله انا ماشي بظروف. انا كنت هنا جاي لواحد صاحبي سمكري وجاي اقعد معاه النهارده. عديت اتلاقيت رحت راكن ودخلت بصراحه لقيت القنبله دي قدامي. الله يبارك لك. ربنا ان شاء الله بخير ويوفقك شرفك. حبيب قلبي يا باشا. ايه رايك في معرض غصن الزيتون؟ والله ناس محترمه جدا بصراحه وقاموا معانا باحلى واجب. حد اثر معاك في اي؟ لا 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 لا. عم سيد راجل محترم وعم تامر وكلكم على دماغي من فوق. الله يبارك لك. العربيات بقينا في معرض غصن الزيتون. ايه رايك فيها انت؟ الله اكبر. والله العظيم انا صورت المعرض بحاله وبعته على بنا على طول ليا اصحابي هناك وقلت لهم اي حاجه تحتاجوها ابعتها تعالوا خدوها من هنا وانا معاكم. حبيبي يا ريس. وربنا يصلح لكم الحال ان شاء الله. حبيبي يسلم. ولو في اي مصلحه عندي هرن عليكم. ليا مصلحه حاجه ثانيه الا ربع عندكم اخدها وربنا يبارك لكم ان شاء الله ويصلح حالكم باذن الله. يا باشا انا باذن الله بقى انا عندك على طول. حبيبي يا مدير. بالتليفون موجود كذا هاجي اخده وامشي على طول. وان ناس محترمه ما تاثرش معانا والله. حبيبي يا مدير. حبيبي يا باشا ان شاء الله يديك خير ويوفقك شرف. يا رب يا باشا. حبيبي اخويا برده اللي معايا. اخويا معاك يا اخوك اسلام صابر. حبيبي يا اسلام عامل ايه يا صاحبي؟ انا الحمد لله. ايه رايك في معرض غصن الزيتون معانا؟ والله الصراحه الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حد اثر معاكم في اي حاجه؟